الرياضه دي مختلفه الى حد كبير، وبرضه نقدر نقول ان هي الى حد كبير مش منتشره قوي في مصر كما ينبغي. هل دي حقيقه ولا لا؟ ولو فليه ده حاصل؟ يعني هي انتشارها ممكن ما يبقاش زي رياضات تانية زي الكورة والباسكت والهاندبول والحاجات دي تانية، لكن هي انتشارها بدأ يزيد بكتير جدا من لو هنحسب من أول ما بدأت خالص. بدأنا في الأول كنا 5 فرق، حاليا دلوقتي بقينا 8 فرق. كنا في الأول ولاد بس، بقى البنات كمان دخلت في الموضوع، بقى في فرق بنات، فبقى في 8 فرق ولاد و8 فرق بنات. هي طبعا حاجة مختلفة جديدة طبعا على بالنسبة لنا هنا، سواء بقى في مصر أو في أفريقيا أو الشرق الأوسط، فهي جديدة لكن هي في مراحل تطور كبير جدا من ناحية عدد اللعيبة، عدد كمان الناس اللي بتدخل ككوتشز أو كناس بتدير اللعبة هنا في مصر، فانتشارها بيزيد سنة عن سنة. وليها اتحاد موجود في مصر؟ ولا لسه ما وصلتوش للمرحلة؟ لا، احنا في المراحل دلوقتي لتكوين اتحاد، لكن احنا حاليا دلوقتي بنلعب تحت الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية اللي هو إفاف. ده الائتلاف اللي بيدير اللعبة هنا في مصر تحديد 8 فرق الولاد والبنات. ده احنا كلنا، ده هو الجوفرنينج بودي اللي موجود، اللي بيدير اللعبة، هو اللي بينظم البطولات، هو اللي بيدير كل حاجة ليها علاقة باللعبة هنا في مصر. بقى كمان دلوقتي في مصر بقى في كيان خارج مصر، كيان دولي، بقى في عضو في، احنا مصر دلوقتي حاليا عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية الايفاف، في 5 أعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبقى لينا صوت كمان بره، مش في مصر بس، لا لينا صوت بره يعني. في بطولات دولية كمان بتتعمل، في إن شاء الله المفروض في 2022. يعني في الفترة الأخيرة كمان بقينا نشوف في المدارس، وخصوصا المدارس الدولية، أكيد بقت الرياضة دي بتمارس في المدارس دي بشكل ملحوظ، وليهم فرق وليهم أظن دوريات كمان زي دوري المدارس. هي لسه طبعا دي خطه برضو تانية احنا بنحاول ان احنا نوصل لها، برضو ان احنا نوصل للفئه العمريه اللي هم في المدارس، ان هي اللعبه دي تبقى موجوده مش بس للسن الكبير. احنا عندنا بيبقى من اول 18 سنه اللي ممكن يلعب اللعبه، تحت السن ده ما بيلعبش اللعبه، فاحنا بنحاول نوصل برضو للفئه العمريه دي بالذات، كمان زي ما حضرتك قلت في المدارس اللي هي الانترناشونال اللي هي ممكن يبقى عندها الفكر ده، يبقى اكتر عايزين ينفذوه زي بره، فبحيث ان احنا نعمل اكاديميات للسن اللي تحت ال 18 سنه. فدي برضو حاجه احنا عايزين نبتدي ندخل فيها، وفي برضو دلوقتي اجراءات ان احنا ندخل نعمل اكاديميات للفئه العمريه الاقل من 18 سنه، باختلاف بسيط في طريقه اللعب طبعا.